أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن اليوم الجمعة هو المكمل لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الفضيلة. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان. وبعد، فحيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، وحيث أن شهر شعبان لعام 1438 هجرية ثبت دخوله في يوم الخميس 27 من شهر أبريل 2017 ميلادية، فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الجمعة ليلة السبت 30 شعبان 1438 الموافق 26 مايو 2017، وحيث أنه لم يتقدم للهيئة أحد ليدلي بشهادته إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول. وعليه فإن الهيئة فقد قررت أن يكون يوم غد السبت 27 من شهر مايو 2017 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية، ويجب صيامه والله ولي التوفيق. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم وينصرهم على أعدائهم، ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتقدم بالتهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، ولسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، ولسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد، ولشعب البحرين الكريم وللأمة العربية والإسلامية. نتقدم لهم بخالص التهاني، سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه المناسبة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعم الخير لبلادنا والتقدم والازدهار، وأن يحقق الأمان إن شاء الله لكل ما نتمناه لهذه الأمة من الخير ومن التقدم ومن الاستقرار ومن يعني انتهاء الحروب والمشاكل التي تقع في عالمنا الإسلامي. نرجو الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل رمضان فاتحة خير على المسلمين جميعا، بأن يوحد صفهم وأن يبعد البلاء عنهم، وأن يكون يعني يوفق الله تبارك وتعالى الأمة إلى وحدتها وجمع كلمتها. وبهذه المناسبة نرفع التهنئة القلبية إلى القيادة الحكيمة بأن نهنئهم بدخول رمضان على رأسها جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يبارك في هذا البلد الكريم، هذا البلد الذي عرف بتاريخه الإسلامي المجيد وبحضارته العتيدة. فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.